ما الفرق بين الأثر والحديث؟ بينهما عموم وخصوص. فالأثر يطلق على الحديث، وقد يطلق على ما جاء عن بعض الصحابة أو بعض السلف، يطلق على هذا وهذا. وأما الحديث فإنه خاص بما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو الحديث. وأما الأثر فهو أعم، قد يطلق على الحديث وقد يطلق على المأثور عن السلف الصالح من الصحابة أو التابعين أو القرون المفضلة. نعم، جزاكم الله خيرا.